اهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد، كل اخبار الدولار ايه اللي حصل النهارده في التعاملات النهارده لحد نهايه اليوم. لو حضرتك حابب تعرف بس سعر الدولار تقدر حضرتك تقدم الفيديو شويه هتعرف سعر الدولار. هقول لحضرتك سعر الدولار في كل البنوك، اما لو حضرتك حابب تفهم ايه اللي حصل بالظبط، ايه سر كل اللي بيحصل في الفتره اللي دي وايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه، ايه التقرير بتاع البنك المركزي اللي صدر امبارح واثر ازاي النهارده على الدولار، هقول لحضرتك دلوقتي. المركزي: زيادة كبيرة بحصيلة البنوك الدولارية من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وقدرنا نوفر 2 مليار جنيه للمستوردين. أعلن البنك المركزي المصري أنه رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف خلال الأيام الأخيرة، وقال البنك المركزي في بيان له اليوم أن هذه المؤشرات تتضمن زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، وطبعا عارفين السوق المحلية يعني الشهادات، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج يعني الناس اللي مسافرة بره اللي بتبعت فلوسها لزوجتها هنا، وكذلك من قطاع السياحة. وأضاف أنه رصد كذلك عملية دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى من يوم الأربع الماضي بمبالغ تخطت 925 مليون دولار. ليه بقى فيه تحصيلات أجنبية؟ ده لأنه الدولار بقاله حوالي 6 أو 7 أيام مستقر عند 29.5، ما تخطاش حاجز 30، وده طبعا إدى مؤشر للاستثمارات الأجنبية إن بقى فيه هدوء نسبي او استقرار نسبي، وان السعر قرب من السوق السوداء وانه ما بقاش فيه سوق سوداء. وكان سعر الجنيه شهد هبوط كبير مقابل العملات الاجنبيه يوم الاربع الماضي ليرتفع متوسط سعر الدولار من مستوى 27.68 الى 32 جنيه قبل ان يتراجع الى مستوى 29.74 في نهايه تعاملات الاربع، وهو المستوى الاخير الذي اغلق حوله اغلب تعاملات الايام التاليه بما فيها اليوم حينما سجل 29.66 جنيه. وطبعا ده ادى مؤشر انه البنك المركزي قادر انه يتحمل انه يقف في وش اللي بيحصل ده كله، واكد انه كده هيقدر انه يعني يظبط الدنيا في الفتره اللي جايه، وانه قادر ان هو يقف في وش اللي حاصل ده كله. وطبعا ده كان بعد تقرير البنك التقرير صندوق النقد الدولي بانه البنك المركزي ما يتدخلش في حاله غير في حاله التقلب المفرط، وده كان حاصل اليوم الاربع اللي فات. فمجرد تدخل البنك المركزي الدنيا ظبطت وهديت وبدا يبقى في استقرار في سعر الصرف، فده ادى اطمئنان للمستثمرين الاجانب، فكده بقى سوق بقى المعروض اكتر من المطلوب، فبدات الدنيا تهدى وتستقر. كمان البنك المركزي اكد قدرته على تدبير العمله المعلقه للمستوردين. أكد الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال أن البيان الصادر يوم البنك المركزي والمتضمن انخفاض سعر الدولار بأنه وصل إلى نحو 32 خلال يوم الأربعاء قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل 29.61 بنهاية التعاملات. وأكد للمصري اليوم وكذلك الزيادة الكبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج زي ما قلنا لحضراتكم، بالإضافة لطفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنترنت الانتر بنك خلال الايام الماضيه، حيث سجلت مبالغ التداول زياده تجاوزت ال 20 ضعف مقارنه بالمبالغ اليوميه المسجله مؤخرا، وتقضيه اكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاث ايام الماضيه. طبعا كلنا عارفين حكايه البضائع اللي متكدسه في المواني، وان المستوردين محتاجين فلوس عشان خاطر البنوك كانت المفروض في الفتره اللي فاتت هتدبر لهم حوالي 3 مليار جنيه عشان خاطر يفرجوا عن بضائعهم. كده البنك المركزي قال انه تم تدبير 2 مليار من طلبات المستوردين المصريين، وده ادى انطباع للناس التانية انه خلاص بقى في استقرار في سعر الصرف خلال الثلاث ايام الماضية بغلاف تغطية طلبات اخرى لعملاء البنوك المصرية. يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في اقرب وقت، مؤكدا ان ذلك يؤكد نجاح البنك المركزي في معركة احتواء الازمة العالمية التي القت بظلالها على جميع اقتصاد العالم. وأكد أستاذ إدارة الأعمال البنك المركزي خاض حرب شرسة للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية المالية، حيث كادت موجات التضخم أن تفقد ثقة المتعاملين في احتفاظهم بالعملة المحلية لولا التدخل السريع بتحريك سعر الصرف وطرح الشهادات البنكية ذات العائد 25%، بالإضافة إلى القرارات والقوانين المتخذة من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي خلال الفترة القليلة الماضية دفع عجلة الاقتصاد المصري. أثمرت نتائجها عنا أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري شهد ارتفاعا بقيمة 470 مليون دولار خلال الشهر الماضي ليصل إلى 34 مليار دولار مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياط النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي. المهم أنه اللي وصل لحضراتكم دلوقتي أنه
كده بقى في استقرار شوية في سعر الصرف، لأن المعروض بقى أكتر شوية، بقى في توفير لسعر العملة للعملة، بقى توفير للدولار، فالدولار بدأ إنه يهدى شوية دلوقتي. بقى أقول لحضراتكم سعر الدولار النهاردة وقفل على كام في نهاية التعاملات لآخر اليوم، بنحو 9 قروش تراجع سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم. الدولار الآن، تراجعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم في البنوك المصرية بقيمة تتراوح من بين 5 قروش وتسعة قروش في البنوك العاملة في مصر، حيث شهدت أسعار صرف الدولار تحركا كبيرا في الأسبوع الماضي. أسعار الدولار اليوم، سجل سعر الدولار في أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، الأهلي ومصري ومصر، 29.43 جنيه للشراء، 29.53 جنيه للبيع. وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل 29.50 للشراء، 29.60 للبيع. سجل الدولار في البنك التجاري الدولي السي اي بي، 29.53 جنيه للشراء، 29.63 للبيع. وسجلت متوسط أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 31.99 جنيه للشراء، 32 جنيه للبيع. كمان في معلومة لازم حضرتك تكون عارفها، في الفترة اللي جاية ان شاء الله يكون في استقرار اكتر. ليه؟ لانه طبعا كان في اشاعات كتير انه البنك القاهرة، بنك الاهلي وبنك مصر خلاص كده خلصوا شهاداتهم. هي مش اشاعة ولا حاجة، هي حقيقة. في خلال 3 أو 4 أيام قادمين هيكون في انتهاء لشهادات 25%، بس كان في حركة حلوة جدا من البنك المركزي وجديدة، وأولها هيكون إن شاء الله النهاردة. بنك القاهرة هيصدر شهادات جديدة ب25%، نفس بالظبط العائد 25% سنة، وبتشتريها حضرتك من أول 1000 جنيه ومضاعفاتها، وبيكون العائد لو حضرتك هتاخده سنوي هيكون 25%. سي مثلا حضرتك لو حطيت 100,000 جنيه بتاخدهم في نهاية المدة 125,000 جنيه. ده طبعا بيجذب عملاء اكتر وبيجذب استثمارات اكتر، بيخلي المعروض اكتر. طبعا حضراتكم عارفين شهادة البنك الاهلي وبنك مصر عملت مليارات ما شاء الله، عملت مبالغ كبيرة جدا جدا، وفي يوم في 3 ايام كانت عاملة يمكن يكون التارجت اللي هم كانوا حاطينه يمكن اكتر شوية. فبنك القاهرة بقى له نصيب من الشهادة دي، هتبقى بنفس العائد بالظبط. طب لو حضرتك هتاخد الشهادة او العائد بتاعها شهري، يعني بتكمل بيه اي التزامات ولا اي حاجة، لو شهري هيبقى 22.5%، يعني 100,000 عليهم 22,500، هتقسمهم حضرتك بقى على الشهور، هيعملوا حوالي تقريبا 1890 جنيه لو حضرتك هتاخدهم شهري. ده طبعا هيخلي في استقرار زيادة في الفترة اللي جاية، لانه في ناس كتير ملحقتش الشهادة اللي فاتت، لانه لاي سبب من الاسباب ما كانتش الفلوس جاهزه، كانت في الشهادات، كانت في حسابات، اي حاجه، ما يقدروش يكسروا الشهادات. ففي الفتره اللي جايه هنشوف انه هيكون في المعروض في البنوك هيكون اكتر ان شاء الله من الدولار، وهيكون في سيوله اكتر في البنوك، فده هيدي استقرار في سعر الدولار في الفتره اللي جايه، وهنشوف استقرار في الفتره اللي جايه ان شاء الله. كده انا قلت لحضراتكم ايه اللي حاصل في الايام دي، وايه اللي البنك المركزي التقرير بتاعه امبارح كان بيقول ايه. كمان قلت لحضراتكم ايه اللي هيحصل ان شاء الله في الفتره اللي جايه، يكون في استقرار ان شاء الله. باذن الله هيكون في البنوك هدوء شويه في سعر الدولار، وكل ما هيبقى فيه المعروض اكتر زي ما قلنا لحضراتكم، والدولار توفر اكتر، هيبقى فيه ان شاء الله انخفاض في السعر. اتمنى يكون الفيديو النهارده كان مفيد بالنسبه لحضراتكم، واشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد، في امان الله.